الشارع العمومي زي ما احنا شايفين، الشقة 4 غرف وريسبشن وحمام ومطبخ. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. شقة 130 متر 4 غرف وريسبشن وحمام ومطبخ، الدور الثاني على الشارع العمومي. هنا في باب حديد عندنا ومدخل باب الشقة. ده مدخل باب الشقة كده زي ما احنا شايفين. عندنا ريسبشن، في عداد كهرباء طبعا قديمة، عداد الكهرباء قديمة، الشقة تشطيبها قديم مش جديدة. شقة على الشارع العمومي 4 غرف وريسبشن. ادي اول غرفة اهي، الريسبشن هو كله. ادي اول غرفة، تشطيب قديم. الشقة على الشارع العمومي. الشارع العمومي زي ما احنا شايفين، الشقة 4 غرف وريسبشن وحمام ومطبخ، الدور الثاني. دي أول غرفة، دي أول غرفة كده، الريسبشن ده كله. تاني غرفة، شقة موقع تشتغل تجاري أو سكن، قريبة جدا من الخدمات. يبقى كده غرفتين. الغرفة الثالثة، الشقة فيها بلكونتين، الشقة كلها على الشارع معانا غرفة واحدة بس تعتبر على الممر. بلكونة، تشطيب الشقة قديم بس فيها عداداتها، وشقة مرخصة طبعا ولا حصة في الأرض. ده الريسبشن كده كله، ده الريسبشن اهو، الريسبشن اهو. الريسبشن والغرفة، الغرفة الأولانية والغرفة التانية والغرفة التالتة، الحمام والمطبخ، ودي الغرفة رقم 3. دي الغرفة الرئيسية الكبيرة، الشقة 130 متر. دي تعتبر على منور يعني، هي فيها بلكونة بس تعتبر ايه عشان في عمارة قدامنا، يعتبر على منور، الشقة على منور يعني يعتبر. الغرفة دي تعتبر على زي ممر كده ما بين عمارتين. الشقة دي تعتبر زي ممر ما بين عمارتين. دي بلكونة عادي. دي أكبر غرفة، دي أكبر غرفة في الشقة، الغرفة رقم 4. الشقة سعرها 300,000 جنيه كاش ونهائي. طبعا الشقة عايزة توضيب، الشقة زي ما احنا شايفين عايزة توضيب، تشطيب قديم. الشقة، الشقة تشطيبها قديم،
الشقة الدور التاني فيها كهرباء وعداد كهرباء وعداد مية على الشارع العمومي. الشقة الغاز على الغاز راكب في العمارة بس الشقة مش داخلها غاز، يعني ممكن تقدم يخش لك على طول. غرفة على الشارع، الغرفة دي تكون على ممر أو على ممر اللي هنا ومرتين، والريسبشن كله ودي المطبخ. الشقة يعتبر تشطيب قديم جدا عايزة توضيب زي ما قلنا. الغرفة على الشارع تاني، على الشارع برضه الغرفة على الشارع. ده الريسبشن جوه وعداد الكهرباء جوه الشقة.